والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي، لقاتكم قناتكم قناة بي بوزيتيفي. متخوتاتي رجعتكم من جديد، وكنتمنى الدراري تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وكاع الناس اللي كتبها قناة بي بوزيتيفي شكرا لكم بزاف بزاف. المهم الدراري، كاين واحد المسابقة على 1000 جوهرة. الدراري ما كرهتكمش يبدل الفيديو تفرجونا باكبر عدد من اللايكات. يا اسطورة اللي قلت لي اول مرة كتشاهد القناة ما كرهتك تشترك معنا وتفعل معك خاصية زر الجرس باش تبقى توصل بكل ما هو جديد قناة بي بوزيتيفي. وهبط معك لتحت دابا، دير معك شي كونفونتير تحفيزي الخوك زوير من عندك اسطورة، شي جوج ولا شي ثلاثة ولا شي أربعة، شحال ما قديتي يا اسطورة. المهم اسطوره اليوم كما كتشاهدوا معنا، كاين واحد الحقيبه بانه زوين اخوتي. هذه الحقيبه فوقاش غنحصلوا عليها؟ نحصلوا عليها في 26 في هذا الشهر، هذا في شهر جوج اخوتي، في 26 غتكون موجوده هي بشي جوائز اللي غامضين اخوتي كما كتشوفوا تما، شي جوائز ثلاثه ديال الجوائز تما واعرين. المهم اخوتي هذا العرض هذا 7 ايام مازال له ماشي بزاف اخوتي، ويتفرقع هذا العرض هذاك. المهم الدراري بيني وبينكم كما كتشاهدوا معنا عرض اسطوري يا اخوتي، وهذا امبيكارون ويلي يا الدراري، هذا امبيكارون عاوتاني. المهم اخوتي اخواتاتي راه واحد العرض حط هنايا زوين، واحد العرض باش نقول لكم العسل، واحد العرض اللي مخسر راه ماشي زعما تقول شي، راه واحد العرض الدراري اللي هرب اخوتي وصافي. انا عجبني بعد ديك السكينه العسل، والله العظيم ما عجبني ديك السكينه الدراري، والله العظيم لا عجبني. المهم شفت تدعية ما كتلقاش يا اخوتي اخواتي شي حاجه، ما احسنتك شي ما زعما ما شاء الله وصافي. الدراري بيني وبينكم سكينه صاحبي، سكين ديال بصح، اول مره كنشوف شي سكين تحط في فري فاير زوينه الدراري، اول مره. اليوم الدراري عند كل مهم نشوفوا هاد السكين هذايا، وغنشوفوا هاد الدراري واحد الطريقه اختي، كلشي كيسول عليها، كلشي كلشي كاملين، كلشي الدراري فيما مشيت فيما دور ضرب دويره بالراس فيها الخوا ديال اخي زوير، اسمح لي نسولك فيها الجار ياك لاباس، قال لك اخي واحد الطريقه اللي نقدروا نحولوا بها الجواهر الجولد وكذا نشريو اش كاينه الدراري، وفهمونا الله يحفظكم. قال لك لا اخي زوير كاينه، وايلي يا صاحبي. المهم بقيت كنشوف اصاحبي كنسالا كنستركل هنا، المهم كان جبار شي اسخاص مثلا، قال لك السي في البلاد، في البلاد على البليده، على البليده هنا قريب، قال لك السي راه شغاله ما شغال. قلت والله تنجرب، بقيت كنجرب 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 والو، تقول واش اشتغلت. المهم خليكم مع الفيديو ساعه نتكلموا عليه، كما قلت لكم على 10 راه ديك العرض خنف وشاري وكذا واللعيبات والتويشيات، راه عجبني ديك السكين اخويا احسن سكين. اول مره اول مره الدراري كنشوف شي سكين دارتو فري فاير زوين، اول مره. المهم اخوتي جواهر عندنا 6 ديال الجواهر الدراري، الايامات نشحنوا، هاد الايامات نشحنوا، حطة واعره ولا ماشي واعره الصاد، قول لي بيني وبينك. كاينه ولا واحد حد الدري هاد الايامات جا عندي قال لي اخي زوير شو بيني وبينك دابا انت ما عندكش اللايكات في الكوم ديك بزاف اصاح، دير دي السكين ديال الدريه باش يديروا لك اللايك. وايلي هذا هذا بلان هذا، قال لي اخي انا كانت عندي اللايكات فحالك وصلت ل 6000، دابا حنا شرينا هاد السكين ديال البطه، قول لي كلشي يبدا يدخل للعيب جيم كلشي يبدا يدير لك لايك، واش يجيب لهم الله دريه. قال لك هادشي، قال لك وصل هو وصل واحد الدري، قال لي قال لك السي وصل ل 6000 لايك الدراري، مسكين ديال الدريه كيلعب فري فاير وكيلعب معاهم كيضرب الطم، كيضرب الطم كيلعب ويضرب الطم. المهم ما علينا، هذا البلان هذا انا ما نديروش يا اخوتي، انا كنلعب بسكين يا بشخصيه اي كانت كنلعب بها، اي شخصيه كتحط الاخرانيه كنبقى نلعب بها حتى كتجي شي شخصيه اخرى عاوتاني وكنبقى نلعب السكين هو هذا العشرين. المهم الدراري السكين هو هذا، سكين هو هذا، اول مره الدراري كنشوف شي حاجه حطوها زوينه الدراري. شو بيني وبينكم كاينه ولا ما كايناش، كاينه ولا ما كايناش، الحاله الدراري شي حاجه كحله مع ديك الصداي. واي يا الدراري ساعه ندخلوا المتجر نشوفوا كيفاش عامل ونختاروا، حنا تنختاروا ولكن واحد المره اخوتي دابا لا بيني وبينكم الدراري باش ما تقولش قدرت وقعت لك يا اسطوره، قدرت وقع لك هذا البلان هذا. المهم اخوتي واحد المره، هاد المرة كانوا عندي جواهر شحال هادي هادي وقعت، شحال هادي وقع هاد البلان هادا. هاد المرة خوتي كانوا عندي جواهر كندخل لهاد المتجر هذا، ودابا انا ما عليا ما بيا، دخلت لهاد المتجر هذا مع اخوكم انتوما هاكر، مع تما الهاكر، مع كذا المتجر ديال الهاكر، مع اخوكم هاكر انتوما كتعرفوا، وانا نختار دابا قلت الجوائز، كيفاش هاد الجوائز؟ واش خاص نختار الجوائز تخليني؟ المهم وقع لي بلان هنا في هاد الشكل هذا، كيفاش الشكل؟ دابا فورت نختار كيما كنختار دابا، انا ما اخترتش هاد البلان هذايا، انا اخترت ديك الجوائز اللي بحال نقولوا بنحيدهم، فهمتي البلان؟ قلت دابا هاد جوج الجوائز خصني نحيدهم بيبقوا يبانوا معايا الجوائز اخرين. وانا كندخل كانت عندي الدراري كلشي ما عادش مال اللغه في الايامات، كانت عندي المهم كانت عندي اللغه مثل الدراري ماشي كيما دابا كتشوف داكشي بالعربيه وداكشي، ديك الايامات قلت لا ما يمكنش خصني ندير العربيه باش نبقى نعرف شني كاين، المهم فرونسي والعربيه وشويه اللونجلي وشويه، ولكن يا اخويا نبدل اللغه الصين الله ما تقشع والو تما. المهم ما علينا اخوتي، بيني وبينكم ملي اخترنا الجوائز اخترت الجوائز اللي ماتك اخوتي، دابا انا قلت دابا الجوائز خصني نحيدهم، وانا خصني في ديك الدقيقه هذيك يجي شي واحد عندي اللعب العاجي بسيط، شي واحد يجي معاك يتسرفي سبعة الراع
اش كدير اصاحبي مالك انت راسك قاصح حتى للدرجه؟ شنو سخطرتي السكينه؟ قالوا عندي جار وفاتوا عليا شي سكينه هاد الدراري ديال ايامات وارين اخوتي خليها هكاك وصافي. من ملي عشرين هاد الماتش راه داز بيوان اخوتي ديك الرقصات باش نقول لكم واعرين ديك الشعار شي حاجه الهربه. اول مره كنشوف شي شعار اللي مخسر الدراري، اول مره كنشوف شي سكين اللي حطوه زوين اخوتي هو هاد السكين هذا. كنتمنى الدراري كاملين الناس اللي عنده جواهر كاملين يمشي يحرق دابا ابو الماكينه ويجيب هاد السكين هذا. يجيبو اللي ما عندوش يا الدراري بالله تحبس علينا اخوتي، حبس علينا الدراري. حتى اللي ما عندوش جواهر وما عندوش كيفاش يدير حتى هو نتكلموا على الطرق في اخر الفيديو ان شاء الله نعطيو القرطاس. المهم اخوتي اخواتاتي كما قلت لكم راه كاين هنا دابا هاد الرومات وهاد اللعيبات هنايا وهاد التويشيات، وحاطين هنا هاد اللعيبات هنايا كما كتشوفوا، وحاطين هنا شي لعيبات بجولد، شي هاد اللعيبات بجولد. يا شي واحد اخي قال لك اخي هاد اللعيبات بجولد كتبقى دير واحد البلان. هاد البلان دابا هذا انا جربته 100000 مره ما صدقش معايا، والدراري كيجيو لعندك يقول لك يا خويا كيوقف فيك اصاحبي هاد البلان هذا خدام، وما يمكنش اصاحبي. شمن تيليفون عندك؟ جبر واش عندك نوكيا تيرنا حايل فيها فري فاير باش كيخدم معاك بالانجليش ولا؟ قال لك لا خير راه كيخدم غير هكاك. المهم ما علينا اخوتي، دابا كدير هاد البلان بحال هاد الشكل كما كتشوف معانا بحال هاد الشكل، كتبقى تنقار وترجع تشري، شنو تنقار وترجع كتشري. المهم ملي كترجع تشري دابا وشحال هادي كانت كتبان هنا ديك العلامه، دابا شحال هادي رجعوا الشراء فهمتي. دابا فحال هاد الشكل كانت كتبان كاينه ولا ما كايناش هي العشره، نقدر مثلا فشحال هادي كان خدام هادشي، يمكن يكون شحال هادي اخر مثلا عنده يكون ديك الناس كيمشيو يشوفوا مثلا ديك الفيديو شحال هادي اللي كانوا خدامين، شحال هادي ملي كان التحديد شحال هادي، ويجي لها عندك في الدريبه يقول لك اخي راه خدام الطريقه هاديك. ما يجبروا هذاك عمره لعب فري فاير، هذاك كيتفرج غير في فري فاير، هذاك عمره لعب فري فاير كيتفرج فري فاير كيجي يقول لك واه الطريقه خدامه. المهم انا الدراري جرب عيد ما نجرب، عيد ما نجرب، تران تران دبريك 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 الفوق كطلعوا معاك جوار، طلع معاك 15 جواره بحال قرش، ضرب هنا على هاد الرومات كطلع معاك 100 جواره بحال، وتقول شي مره تران 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 تطلع معاك شي يمشي معاك الماكينه الدوخه ما كدوخش والو الدراري. ولو تجيب لها تالا وقر هنا ما تدوخلكش هاد الماكينه هادي. تران تران كيطلعوا لك جواهر. هو دابا البلان خصك تكون خفيف ولا ما نعرف، خصك تكون خفه اليد ولا شي حاجه فهاد الشكل، هادي خصك تخدم فيها خفه اليد هاد البلان هذا. يا الحطه ديال الايامات شحال هادي، تشوف الدراري الحطه ديال الايامات كانت واعره، كانت واعره هاد الحطه هادي، ايام زمان ايام زمان هادي الدراري العظيم. المهم اخوتي وداتي راه عندكم راه البلان اللي نقدروا به نجيبوا جواهر ونجيبوا عديد من الاشياء في هاد لعبه فري فاير وبالمزيان. نقدر يا اسطوره تخدم لي شويه ديال الطرق ديال الوقيه، شويه ديال الوقيه الدراري بيني وبينكم حبا ليكم راه 10 ما ننساكمش، راه الدراري بيني وبينكم راه طلع شويه تفاعل والله ما نسيت شي واحد كاين لك عرف رقعه. مما علينا اخوت، مما ثلاثه الطرق اخوتي اخواتاتي، شوف الرجوله بالرجوله من الطفوله راك الرجوله العشره والله العظيم والله الدراري، ثلاثه ديال الطرق اللي مضمونين واللي كنهضر عليهم اخوتي وفي انضم الى القتال الهضره والله العظيم كاع الناس اللي مازال ما استعملتش هاد الطرق هذوما انضم الى القتال طرق زوينه الاسطوره ومضمونين انضم الى القتال كنتكلم عليهم بزاف اخوتي وما كنجبرش البديل فحالهم اخوتي ما كنجبرش البديل العسل. ما نجيب لك مثلا شي تطبيق ولا نجيب لك شي قرينه كحلاه ولا ما جاتش والله ما جات العشره. وتحياتي لكم العشره والله العظيم تحياتي لكم العشره. ما عرفتش علاش ما طلعش التفاعل ما طلعنا شي حنا الدعم اخوتي والله ما نعرف علاش اخوتي وينك حلا وقع في الكوزينه. المهم اخوتي ثلاثه ديال الطرق احسن طرق واكثر طرق اللي تقدر تحمل بهم جواهر اكثر من 50 جواره 50000 انضم الى القتال تفرقع جواري اسطوره اسطوره. انا بدي الدراري شحال هذيك كنت شحنت 1100 جوهره كنت شحنت من التطبيق ديال ابغالوري ديال التطبيق ديال الهواوي وراه كاين الدليل في القناه راه رجع الفيديو القدام راه جبر فيديو شرحت لك الطريقه بالتفصيل. هذيك الطريقه الاولانيه يا اسطوره راه التطبيق ديال ابغالوري كما قلنا راه مضمون. وعاوتاني الدراري كنت شحنت واحد المره بلاي ستور ديال الولايات المتحده كنت شحنت واحد 100 اكثر من 200 ديموند كنت كنجمع شي نقط تما وراه كنت كيعطيوك شي نقط انضم الى القتال من الدولار ولا جمعتي 1000 نقطه كتحولها ل 10 دولار و100 نقطه دولار. المهم والطريقه اللي الدراري شفتها في هذا الاخر هي جالاكسي ستور جالاكسي ستور يعني اللي كاينه في الهاتف ديال سامسونج راه الدراري هذيك انا ما جربتهاش وما شحنت بها ولكن شفت بزاف ديال الدراري اللي شحنوا بها الدراري. يلاه عشرة طلعوا براسكم والسلام عليكم يا عشرة.